القدس المحتلة مراسلة القاهرة دانا أبو شمسية، أهلا بك يا دانا. فيما يتعلق بالرواية الإسرائيلية، ابتداء تم الإعلان عن أو من خلال هيئة البث الإسرائيلية، وتدرج الأمر في الإعلان إلى أن تبناه بعض من المسؤولين في إسرائيل. قالت إسرائيل إن العملية كانت مصادفة في بداية هذه الرواية، ثم تحدثوا بأن ثم رصد لأشخاص يشتبه أن من بينهم السنوار. ما هي مساحة الخلل في الرواية الإسرائيلية التي خرجت بهذه الصورة إلى أن وصلت باعتراف رسمي وصل إلى بنيامين نتنياهو؟ بالفعل تامر، هنالك تناقض وتضارب في الرواية الإسرائيلية ذاتها. نتحدث أن القناة 14 الإسرائيلية أكدت الآن أيضا في تحقيق أولي أجرته بناء على معلومات عسكرية أمنية بأن تم إطلاق القذيفة تجاه المنزل الذي كان يشتبه فيه بوجود مقاتلين من حركة حماس أمس في تمام الساعة 4، أي فجر هذا اليوم أو فجر هذا اليوم، ومن ثم تم إطلاق مسيرة ودخول فرقة المشاة التي كانت تعمل في المنطقة في حي تل السلطان في رفح للتأكد من هوية المقاتلين الذين كانوا قد ارتقوا شهداء جراء هذه الغارة التي نفذت وهذه القذيفة التي أطلقت من دبابات الاحتلال. وتم التعرف أو الاشتباه في هوية يحيى السنوار بسبب الملامح الأولية التي تم تحديدها سواء من الفكين أو حتى من جثمان السنوار. بعد هذا كانت هنالك وسائل إعلام إسرائيلية وعلى رأسها تحقيق لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول بأن هذه العملية لم يكن مخطط لها، لا يوجد أي معلومات استخباراتية عسكرية، لم يكن هنالك أي عملية خاصة ولا وحدات خاصة مخصصة لتنفيذ عمليات الاغتيال تمت مناقشتها في الأيام السابقة، بل تمت العملية مصادفة صدفة بحتة، كما ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هذه العملية كانت ضمن دائرة الاشتباكات بين المقاتلين وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبأنه تم رصد حركة غريبة في منزل مخلى من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا في الطابق العلوي. وذات الرواية التي حملتها القناة 14 الإسرائيلية هي أن دبابة كانت قد أطلقت النار على الطابق العلوي، وبأن هنالك مسيرة أطلقت للتعرف ومحاولة التعرف أو ماذا يجري في هذا الطابق، ومن ثم دخلت الألوية والكتائب التي تعمل في تلك المنطقة تحديدا. ومن ثم تم إخبار الجانب الرسمي الإسرائيلي الأمني وتم احتجاز جثمان يحيى السنوار وأخذ العينات لمطابقتها في الفحص في الفحوصات الطبية وتحديدا الدي إن إيه في معهد الطب الشرعي أبو كبير في تل أبيب، وأكدت بيانات شرطة الاحتلال، وهذه كانت الإعلانات الأولى الرسمية من قبل شرطة الاحتلال بأن هنالك علامات تدلل على هوية المقتول على حد تعبيرها، بداية من بصمة الأصبع، ثانيا الحديث عن الفحص الذي أجرى وأجري لمنطقة الفكين، والحديث ثم فيما بعد عن الفحص الحمض النووي الدي ان اي والتي أكدت هوية السنوار بأنه هو الذي كان قد ارتقى شهيدا جراء عملية الاغتيال هذا. حاول المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وحاول بنيامين نتنياهو نفي هذه الرواية بطريقتهم الاستعراضية، وقدموا هذا النصر المطلق وهذا الإنجاز العسكري. وكنا قد قلنا في مداخلات سابقة بأن نتنياهو حينما يكون عملية اغتيال كبيرة نتوقع أن يخرج إما في كلمة مصورة أو في كلمة حية لاستعراض هذا الإنجاز العسكري، وهذا ما تم فعلا، عنون هذه الكلمة المصورة بأنه تم قتل أو تم اغتيال يحيى السنوار. حتى أن بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال قال بأن هنالك عمليات مسح واسعة وبأن هنالك عمليات لجمع معلومات استخباراتية عسكرية بالشراكة مع جهاز الأمن العام الشباك للتأكد من وجود قادة في حركة حماس، ولم يحدد أو يذكر بالأسم السنوار، لأن هذا في طبيعة الحال يتنافى مع الرواية التي تحاول تمريرها وسائل إعلام إسرائيلية مغايرة للرواية رسمية صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي. لذلك قال أن العملية الاستخباراتية كانت تركز على جمع معلومات استدلالية وعسكرية استخباراتية عن وجود بعض القادة التي وصلت إلى الاستخبارات العسكرية بعض المعلومات مفادها بالفعل بأن هنالك يتواجد قادة لحركة حماس في المنطقة.
وهنا سؤال قد يبدو أو تبدو الإجابة فيه افتراضية، ما الذي يدير إسرائيل من أن تكون عملية القتل طبقا لروايتها وألفاظها جاءت محض صدفة، أم أن الأمر يحتاج إلى مقارنة مع هذا الترتيب الذي بدأ بعمليات البيجر والسطوة الأمنية الإسرائيلية وصولا إلى السنوار، وأن إسرائيل ترغب في ترويج هذه الصورة عن أجهزتها الأمنية في هذه المرحلة لاستعدادا لمرحلة القادمة قد تحتاج فيها إلى هذه الفكرة؟ أين ذلك من تحليلك ورؤيتك طبقا للبيانات الأولية اتصالا بالفكرة التي طرحت الآن؟ يعني تخيل يا تامر بأن الرواية والزعم الإسرائيلي كان بأن السنوار يختبئ في أنفاق، ومن ثم تحدث الجانب الإسرائيلي. دانا يقولون لي إن كاميلا هاريس ستتحدث، سنذهب للاستماع إليها وقد نعود للحديث معك بعد ذلك.